أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الجمعة 3 سبتمبر أيلول 2021. يدخل القمر برج الأسد ويؤثر في منزلك الشمسي في المنزل والعائلة. قد تثير محاذاة الكواكب مجموعة كاملة من المشاعر. إذا كنت تستطيع التحلي بالصبر فسيكون كل شيء على ما يرام. أصبح عقلك الآن أكثر تركيزا وتركيز، مما يساعدك على توجيه طاقتك إلى شيء واحد بدلا من الملايين، وهذا هو سر نجاحك. لا تكن عدوانيا إذا كنت تواجه نزاعا سياسيا، لأن الأخيرين يمكنهم استفزازك عن قصد بسهولة في الوقت الحالي. تعد الكواكب بتحقيق خطة قديمة قد تشار كما لو كنت تتوازن على حافة الهاوية، ولكن يمكنك اتخاذ إجراء سريع لإجراء تغير، ويمكنك القيام بذلك بطريقة تجعل ما يحدث في الواقع يحسن حياتك للأفضل. قم بعمق ما تعنيه لك، ليس فقط ماضيك ولكن أيضا الأحداث المستقبلية. أنت تتطلع إلى مكاسب مالية، السفر فقط إذا كان لديك اجتماعات عاجلة. عاطفيا، قد يكون من الصعب فهم الشركاء الآن، لذلك إذا كان لديك موضوع حساس يجب مناقشته ولست متأكد تماما من كيفية القيام بذلك، فقد يكون من الأفضل عدم تجربته الآن. ربما تكون فكرة جيدة أن تركز على الأشياء الأخرى. في هذه الأثناء سيكون الصبر مطلوبا للتعامل مع شخص ليس لديه نفس القدر من البصيرة التي تمتلكها. سيأتي الهدوء في العلاقات مع أحبائك قريبا، استخدم هذا لتنغمس في واجباتك العائلية. قد تشعر بالإحباط الشديد مع الآخرين، هذه الفترة ستكون مرتبطة بالأخبار السيئة التي يجب أن تتقبلها بهدوء. إذا عرض عليك رحلة يجب أن تدركها قريبا فلا تنكرها. ستبدأ في إنهاء مهامك بنشاط والتعامل مع الخطط التي حددتها. هذا وقت تحليلي للغاية بالنسبة لك، تحلى بالصبر واللمسة الناعمة، فإنه حان الوقت للتخطيط والتغيرات كبيرة ذات طبيعة إيجابية في علاقتك. أنت على استعداد للانتقال إلى المستوى التالي، لكن عليك القيام بالخطوة الأولى. أنت متحفظ بشكل طبيعي، وقد ترك هذا شريكك في الظلام بشأن مشاعرك الحقيقية. فقط اكشف عن قلبك وستجد أن كل عدم الثقة تختفي من علاقتك. مهنيا، قد تحاول التواصل بسلاسة ولكن قلة من الناس لن يسمحوا لك بذلك، وقد ينشأ مشهد درامي في مكان العمل بسبب تدخلهم. سيتم اعتبار وجهة نظرك ضد مصلحة المنظمة، لذا من الأفضل أن تجلس في المقعد الخلفي وتترك للآخرين بنتائج عكسية. ركز في تطويرك الشخصي في هذه الأثناء، فإنك مشتت في العمل، ولكن إذا ركزت فسيكون النجاح معك. ادفع جدول أعمالك إلى أعلى الكومة لأنه سيتم ملاحظته وستحقق النتائج النجاح. قد تخلق طاقة هذه الدورة نوعا من المزاج الذي تجد نفسك فيه منوما مغناطيسيا. حافظ على هدوءك في التواصل ولا ترهق الجو، إن مواقفك ليست بهذه السوء، إنه مجرد خوفك من معالجته، لذا استمر بثقة وسيحل كل شيء نفسه في النهاية. ستفشل خططك بسبب لقاء عاجل غير متوقع مع أشخاص مؤثرين. توقع أرباحا متواضعة، هذا هو الوقت المثالي لترتيب نزهة. قم بعمق ما تعنيه لك، ليس فقط ماضيك ولكن أيضا الأحداث المستقبلية. تجنب مظاهر العدوان اليوم. صحيا، أنت شخص حساس وكذلك الجهاز الهضمي. بمجرد أن تستهلك شيئا لا يتوافق مع جهازك الهضمي سيرفضه جسمك. قد تعاني من حركات فضفاضة أو قي
وستزداد الحالة سوء إذا لم تنتبه فحصها. حاول أن تذهب للأدوية المعدة المحليا. توقعات برج الثور للرجل: إنه يوم هادئ بشكل عام، كل ما عليك فعله هو التروي والتحلي بالصبر والحكمة لتستطيع الاستمرار. الفترة المقبلة عليك أن تفكر بعقلك وتبعد قلبك حتى لا تأخذ قرار خاطئ. معتمدا على العاطفة تزداد مجددا الحظوظ، وتلتقي زيارة أو اتصال وتكسر الأنشطة مما يجعلك تتفائل. توقعات برج الثور للمرأة: ثقتك بنفسك تساعدك على تحقيق نجاحاتك وتسمح لك باقتراح آرائك ووجهة نظرك، فوسعي دائرة معارفك قدر الإمكان. ما زال الحظ إلى جانبك اليوم، فالظروف مواتية لتحقيق أحلامك إذا سعيتي وراءها. لا تضيعي وقتك بالاعتناء بالغير، عليك الاهتمام بنفسك صحيا. تشعرين من وقت إلى آخر بخفقات سريعة في قلبك، وهذا سببه الإرهاق والتعب. توقعات العلامة الأولى مواليد 20 أبريل إلى 30 أبريل: تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل. حان الوقت الآن لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليا في تفاصيل الأمور قبل البث فيها واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار لا تناقشه، وتمسك بقراراتك لأنها هي القرارات السديدة. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 مايو إلى 10 مايو: تغمرك الحيوية والنشاط، ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف. إن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشاف وفهم أشياء جديدة. لا تخجل من التقرب والتعرف على أناس وتأمل روائع الطبيعة. سوف تسري هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 11 مايو إلى 20 مايو: أنت إنسان مرن وتتقبل التغيير. كما أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا يتطلب مجهودا من قبلك، ونتيجة جيدة انتفع من هذه الأوقات المبدعة للتقدم في تحقيق أحلامك وطموحاتك. ومع ذلك يجب اتخاذ الحذر من تحمل عبء القيام بعدد كبير من الأعمال دفعة واحدة، فتجد نفسك محمل بما لا طاقة لك به عندما تتغير الأمور ولا تسير كما توقعت.